مشاهدينا الكرام، بشأن هذا الموضوع معنا من فيينا الكاتب والصحفي السوري سيد طارق نعمان. مرحبا بك استاذ طارق. اذا الخبر الابرز اليوم هو اعلان ميليشيا سوريا الديمقراطيه بدا معركه الباغوز بعد انتهاء المهله المحدده. كيف تقرا تاخر هذه المعركه وهل للقرار الامريكي دور في ذلك؟ طبعا معركه الباغوز هي المعركه تقريبا النهائيه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق المأهولة حقيقة، وأمريكا كانت عم تراهن على هذه المعركة لإنهاء الدولة أولا، وأيضا على الضغط على تركيا حتى تحصل على أكثر يعني تنازلات من تركيا في الاتفاق بينها وبين روسيا. تركيا تتمسك باتفاقيات شراء S-400 وأمريكا تطلب من تركيا ذلك، لذلك كان هذا التأخير حقيقة يعني يصب في مصلحتين: الأول الإعلان عن الفوز على تنظيم الدولة، والثاني الضغط على تركيا لإيقاف S-400. هذه الميليشيا الكردية كانت قد أعلنت إمكانية تنسيقها مع نظام الأسد لو تهدد وجودها، هل تغير الوضع بعد القرار الأمريكي إبقاء قواتها في سوريا؟ لا أعتقد أن هناك أي انقطاع تنسيقي بين الميليشيات الكردية والتنظيم الأسد، أو خلينا نقول نظام الأسد. الميليشيات الكردية دائما، ويعني الخلفية العسكرية أو الخلفية اللوجستية للميليشيات العسكرية الكردية هي دائما منسقة مع الأسد، لذلك الأسد لا يقوم بضربها ولم يضربها ولم يجئ لها أي ضربة عسكرية، بالعكس تماما كان هناك مساعدات لوجستية خفية ويعني من تحت الطاولة من نظام الأسد لهذه الميليشيات، بينما أمريكا لا يمكن أبدا أن تتخلى عن دعم التنظيم الكردي، لأنه التنظيمات الكردية هذه والميليشيات الكردية هي الضغط الوحيد، ورقة الضغط الوحيد على الطرف التركي في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن أمريكا لم تؤمن حلفاء أوروبيين لتكون قوة مشتركة، هل تعتقد أن هذا ما عجل بمعركة الباغوز ومن ثم الوقوف أمام الرغبة التركية لدخول شرق الفرات؟ في الحقيقة يعني الحليف الأوروبي يعمل دائما، ولكن يعمل دون سلاح، يعني يعمل لوجستيا على الأرض ويعمل استراتيجيا وتكتيكيا على الأرض. لا يمكن أن نقول أن أمريكا تخوض الحرب العسكرية بسلاح الأكراد أو الأكراد يخوضون بسلاح الأمريكان، ولكن الأوروبي لم يختفي أبدا عن الساحة من خلال الدراسات الاستخباراتية والمعلومات التي تصل. أما دخول الأتراك أو تدخل الأتراك في هذه المنطقة، فالأتراك هناك تدخل دائم، لأن يعني لديهم أيضا هم ورقة ضغط هي منبج والمناطق الكردية القريبة منها، فهناك تقريبا توازن عسكري، ولكن الغلبة دائما للأمريكان لأن المنطقة بعيدة قليلا عن الحدود التركية. فالأمريكان متأكدون تماما، وحصلت إنزالات عسكرية قبل أيام، إنزالات عسكرية أمريكية في تلك المناطق، وتم القبض على قادات من الدواعش وترحيل أشخاص معينين، ولكن ذلك لم يظهر على الإعلام. ولكن على الرغم من إعلان وزير الدفاع التركي استعداد بلاده لبدء معركة شرق الفرات، إلا أن قواته لم تتحرك، ما المتغيرات التي أوقفت هذه المعركة برأيك؟ القوات لم تتحرك، الإعلانات الحرب، يعني الحرب ليست قرار يومي أو قرار ساعي أو قرار مفاجئ، ولكن يعني الإعلان يكون، وهذا يعني بأن هناك أشهر أو تكون أسابيع أو أشهر على هذه المعارك. وتركيا الآن أعتقد أنها تمر في حالة انتخابات داخلية وانتخابات المجالس المحلية أو انتخابات البلديات، يعني الموضوع يشكل بعض التوازنات، ولكن هناك ضغوط أمريكية على الأتراك للتخلي عن التعاون مع روسيا، وهناك يعني جذب وشد من الطرفين للتخلي عن هذه الاتفاقيات، فهناك تهديدات بين الطرفين.
في الجانب الإنساني، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال إن بلاده ترفض عودة اللاجئين دون تقديم ضمانات لتأمين حياتهم. لماذا إذن لا تتعاون أمريكا مع تركيا في إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين؟ أمريكا إذا تعاونت مع تركيا ستضطر آسفة أو غير آسفة لأن تخضع للقوانين التركية، لأن الأتراك هم الذين يحكمون المنطقة، هم الذين يحكمون المجالس المحلية في المناطق القريبة من الحدود التركية. أما عودة اللاجئين فهناك أنواع متعددة من اللاجئين، لاجئين على الحدود ولاجئين داخل أو قريبين من الحدود ولكن على المناطق التركية، واللاجئين مندمجين مع المجتمعات الأوروبية أو مع المجتمع التركي. فما يتحدث عنه جيفري هم اللاجئون الذين يرغبون بالعودة، والمنطقة الآمنة سوف تكون عبئا كبيرا على الأمريكان، يعني متطلبات اللوجستية ومتطلبات الحماية ومتطلبات الاتفاقات مع دول أخرى، متطلبات تأمين البنى التحتية لهذه المنطقة الآمنة كلها ستكون خدمية ولكن ليست فقط عسكرية. لذلك ستكون أمريكا تحت أمرة أو سلطة الأتراك، أو سوف يكون الأتراك هم أصحاب الكلمة الأخيرة في هذه المنطقة. لذلك سيكون هناك صعوبة كبيرة في التعاون بينهما، وأيضا سوف تضع تركيا شروطها على هذه المنطقة الآمنة حتى عن على الديموغرافيا التي ستكون ضمن هذه المنطقة. نعم، عبر سكايب من فيينا الكاتب الصحفي السوري طارق نعمان، شكرا جزيلا لك.